مجالس يا إخواني، خلي يسمعون هالشباب. أول قراءة وأول مجالس عندكم قرأ قبل لا أقرأ في أي مأتم في البحر. عندكم قرأ. أريد أرجع إلى ذيك الأيام، أريد أرجع إلى ذيك الأوقات، أريد أرجع إلى ذيك الونة اللي كنت أسمعها. وكلنا يكون نشترك، حتى الشباب أريدهم يشاركون. نحكي ويا علي. شهر عن سلمان وتعنيت حسين، يمك ليش ما حضرت؟ شهر عن سلمان وتعنيت حسين، يمك ليش ما حضرت؟ انت سيف الله ورحمته ونقمته، انت جبرائيل كاشف كربته، انت حتى دم حضرت بتوبته. ليش طاح حسين ما حضرت؟ جوابك ليش طاح حسين ما حضرت؟ علي علي انت حلال المشاكل من تضيج، انت ما يبعد عن حصانك طريق، انت امر النار بيدك والحريج. ليش طاح حسين ما حضرت؟ وين صوتك؟ ليش طاح حسين؟ عشر العقول يا مدير الفلك يا زوج البتول، انت كم شدك شفت عن الرسول؟ ليش صاح حسين ما حاجت؟ ليش صاح حسين ما حاجت؟ علي علي الخصوصي والدليل، عقب ابن عمك فلا غيرك مثيل، انت والله البرد نار الخليل ونار قلب حسين ما طفيت، نار قلب حسين ما طفيت. يسكنا يسكنا سكنا يا عم خالي يا عم. الله، حتى أولادكم قدامي أشوفهم يبكون على الحسين. يا أولادي بعد مو بس دموعكم أريدها، أريد ونة مثل ونة سكينة على أبوها. سكنا يا عم خلني قاعدة وما بيني وبينك نسردة، اي ما بيني وبينك، اي ايج نسردة. تقلها يا عم شلون قاعدة وسهم النبي واقع بجنبه، يا سهم النبي واقع، يا بجنبه. يمكن هذا البيت يوجع قلبك، سامحني اذا يؤذيك. سهم الذي واقع بجبده أثار الخرز ظهره تعدى، يا أثار الخرز ظهره، يا تعدى. بيت الختام وانا بحراني رذي الخيمة قالت الخيمة حرق.
هذا البيت انتم اللي تقرونه. ضيعني العالم